السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد مع حضراتكم أحمد أسامة، وتحليل سهم المتقدمة وتوقعاتنا ليه خلال الفترة القادمة، وأيضا تحديثنا للتحليل السابق اللي كنا اتكلمنا عليه. زي ما متعودين في البداية، أول حاجة بنعملها قبل ما نبتدي نحلل السهم بنشوف الاتجاه العام للسهم الفترة الأخيرة كان شكله عامل إزاي. تعالوا نفسر اتجاه سهم المتقدمة اللي بدأ منذ شهر مارس من عام 2020 بعد عملية أكيوميليشن، بعد عملية اتجاه هابط بدأ السهم في عملية مارك اب ممتازة جدا في تكوين قمم وقاعان اعلى من بعض، لحد ما بدأنا في الدخول في عمليات ري اكيوميليشن داخل المستويات دي. كنا بنكون قمم متساوية وليس قمم اعلى من بعض زي ما كان بيحصل قبل كده. دخلنا في تكوين نموذج مثلث صاعد، الطبيعي جدا لما يتم اختراق نموذج المثلث الصاعد ده الى الاعلى فندخل في عملية مارك اب او عملية اتجاه صاعد من جديد طبقا لوايكوف ثيوري او لنظرية وايكوف. ده حصل بالفعل، شفنا اختراق للاعلى لنموذج المثلث الصاعد ثم عملية تذبذب والاتجاه الى الاسفل. طبعا اللي حصل خلال الفترة دي ده نقدر نقول عليه عمليات تصريف امتدت بين مستويات ال 76 حتى مستويات ال 83 ثم كسرها والعودة مرة اخرى للتداول الهابط. طيب ايه بقى المتوقع خلال الفترة الجاية؟ قبل كده اتكلمنا ان احنا متوقع عندنا عملية صعود مرة اخرى من مستويات ال 71 بعد ما شفنا نوعا ما الزيادة في احجام التداول مع مستويات الطلب او مناطق الفليب زون الموجودة عند مستويات ال 71. زي ما شايفين المنطقه دي كانت قبل كده مستويات مقاومه، هنا تحولت الى دعم وبالفعل ابتدى السهم يصعد بشكل مميز. وصلنا لمستويات ال 74.20، اتكلمنا ان احنا عندنا اهداف حول مستويات ال 75 70 ثم مستويات ال 83.5 على المدى المتوسط. طيب ليه هنا احنا بنكون مراكز شرائيه بالرغم من تداولنا في عمليه مارك داون؟ لان اللي حصل عندنا خلال الفتره الاخيره ان احنا كنا بنشوف احجام تداول منخفضه جدا مع عمليات التصحيح اللي بتحصل، وشفنا برايس اكشن انعكاسي صاعد مع ارتفاع في احجام التداول ثم انخفاض احجام التداول بشده في اخر جلستين، واللي حصل عليهم واللي حصل فيهم عمليه هبوط على السهم. وبالتالي ده دلاله على ان احنا ممكن نبدا في عمليات مارك اب جديده او في عمليات اتجاه صاعد جديده، او ان اللي بيحصل اصلا في المنطقه دي كله يكون مستويات ري اكيوميليشن بعد الهبوط من مستوى 83 لمستوى 71، لان بنشوف الفوليوم على السهم جيد جدا في الوقت الحالي. طيب امتى نبدا نكون عليه مراكز جديده؟ يعني احنا اللي دخل معانا من البدايه فهو دخل بالقرب من مستويات ال 71 وحاليا اقتربنا من 75 70 اللي هي الهدف الاول، يعني ملوش دخول في الوقت الحالي. طيب امتى بقى نبدا نكون مراكز شرائيه؟ لو قدر السهم ان هو يخترق ال 75 70 اذا دي بالفعل عمليات ري اكيوميليشن ممتازه، وبالتالي ممكن الدخول اعلى ال 75 70 لاستهداف مستويات ال 83.5، وممكن كمان نكون عندنا استهدافات اكبر من كده لان احنا هنكون بشكل رسمي دخلنا في عمليات مارك اب جديده. طيب اللي موجود في السهم في الوقت الحالي يعمل ايه؟ اللي موجود في السهم الحالي شايف ان من الافضل عدم المخاطره والخروج على الربح الحالي حول مستويات ال 74.20 في الجلسه الحاليه، وانتظار اختراق ال 75.70 خلال الجلسات القادمه، ثم بدء تكوين مراكز شرائيه جديده على السهم عشان لو حصل ارتداد مره اخرى من 75.70، لان بما ان دي ممكن تكون منطقه ري اكيوميليشن فطبيعي ان ممكن يحصل منها تذبذب كتير جدا بين ال 71 لل 75.70 قبل اختراقها، فوارد ان يتم التصحيح لل 71 تاني ووقتها ممكن نكون مراكز شرائيه جديده. فانا شايف ان الافضل الخروج دلوقتي من السهم، انتظار 75.70 ثم الدخول باهداف استثماريه باذن الله، او ان السهم يعيد اختبار الحد السفلي لمناطق الري اكيوميشن حول ال 71، ووقتها برضه ممكن نكون مراكز شرائيه جديده على سهم المتقدمه خلال الفتره الجايه. فده السيناريوهات المتوقعه بالنسبه للسهم بصوره كبيره ان شاء الله خلال الفتره القادمه. اتمنى لكم كل التوفيق، واللي حابب يتابعنا بشكل مستمر يقدر يتابعنا على قناه التليجرام اللي هيلاقيها موجوده في اول كومنت تحت الفيديو، او ايضا على تويتر اللي هيلاقي اللينك موجود ايضا تحت الفيديو. اتمنى لكم كل التوفيق. كان مع حضراتكم احمد اسامه من فلوكسولوجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.